يا دوم يا ابني انت قوم سيب لهم شوية يلا يا ابني سيب لهم يلا شوية الحين شباك اكل العشاء سيب لهم شوية يا ابني قوم سيب قوم لهم يلا شوية قوم يا سيب لهم قوم يا شوية ابني سيب لهم شوية يا ابني قوم ايه سيب لهم البلاوي شوية بتتحكم علينا قوم يلا سيب لهم يلا شوية قوم حط ايدك قوم قوم يلا سيب لهم شوية اقدم لك السكينة اقدم لك السكينة يلا قوم ايه يا ابني اللي حصل لك يا ابني مالك كده؟ والله يا صاحبي كل حاجه راحت. ازاي؟ معرفش ازاي انا كنت ازاي يعني مش عارف كان رصيدك فوق ال 25 مليون راح فين؟ كان ايوه كان طب ازاي؟ ايه اللي حصل طيب؟ مش عارف انا بص انا دخلت في صفقه تمام كل تقلي تمام نصب عليا صح طب ازاي؟ مش اول مرة يعني ده شغلك مش جديد عليك يعني في ما يجيش عيل صغير يعلمك ما اعرفش انا ريت اعرف ازاي تدخل ب 25 مليون تخسر ده كله ازاي طب ممكن مليون ممكن اتنين تلاتة خمسة مش 25 طب ازاي طب ده كله ما اعرفش حاولت برضو ما طب وبعد كده عملت ايه طيب؟ بدور على شغل يا ابني حرام عليك 25 مليون وبعد كده تدور على شغل انت مجنون طب اعمل ايه يعني؟ قول لي اعمل ايه؟ حط نفسك مكان قول لي هتعمل ايه؟ لا بس مش 25 مثلا يعني مش عارف اقول لك ايه بس انت مجنون ازاي طب خش بجزء 20% 50% هي جت كده ما انت ازاي دخلت 100% بص الصفقه كانت مضمونه تمام خلاص هي كانت مضمونه فعلا كانت ال 25 هتجيب لي ال 100 تمام فجاه كل حاجه اتبخرت هنا ولا بتاعت فرنسا؟ بتاعت فرنسا ماشي يا ابني هتعدل وكل حاجه هتتظبط تمام اعمل ايه بس يا صاحبي؟ اعمل ايه يا عم تعالى بس اعمل ايه طيب؟ هتشتغل في الشركه عندي وهظبط لك انت يا ابني تعالى هنا اقول لك كنت بتعمل ايه عندك؟ كنت بدور على حاجه اكلها وانا قلت لك ايه؟ قلت لك ايه المره اللي فاتت طيب؟ طب وبعدين طيب؟ اخواتي جعانين طيب انا مش قلت لك تعالى لي طيب؟ كنت محرج اللي اجي لك يا ابني ازاي محرج؟ انا قلت لك عايز اي حاجه تعالى لي مش من نفسك كده قلنا شغل الشارع ده نبطله خد يا ابني خد يا ابني روح لما تحتاج حاجه تعالى لي يا ابني ماشي اتفضل
يا عم رحت فين انت؟ انت يا ابني يا ابني انت يا ابني رحت فين؟ ايه يا ابني مالك فين يا ابني؟ ايه رحت فين؟ مالك؟ مين ده؟ ده؟ ده وش يساعد عليا يا عم؟ ده أول ما شفته كان محتاجه في الشارع وكده اديته فلوس، أول ما اديته فلوس سبحان الله ربنا بارك على طول، الشركة بقت ترفع على طول. تغيير 100% في السنة، حاجة فوق الخيال. وش خير كده عليا. كانت بداية حلوة. ده رب عشان خاطر الانسان الغلبان ده. يعني انا لو كنت ساعدت ما كانش هيحصل لي كده. يا رب انا اسف. يا رب انا اسف، مش هعمل كده تاني. يا رب ارجوك يا رب سامحني. انا اسف ارجوك سامحني. مش هعمل كده تاني. يا رب سامحني. ايه يا ابني؟ تعال خلاص تعال اشتغل معايا وهديك انا 2 مليون سهل، ولما تنجح الصفقه هناخدهم 2 مليون يعني. اعتبرهم سلف يعني؟ اعتبرهم سلف. طيب انا ليا رجاء. اتفضل. احنا عايزين نساعد الطفل ده. ما عنديش مشكله. شوف اي حاجه وانا معاك، ما عنديش مشكله. انت رجاء يعني انت؟ ما عنديش مشكله عادي. انا كده مش هتفرق كتير يعني. بيساعد. انا خلاص انا كده تمام. شكرا يا صاحبي. بامانه بجد انا ما كنت، انت عملت معايا اللي ما عملوش اخويا بصراحه. عم تقولش كده يا عم، احنا لا بجد والله انت ما تقولش كده يا صاحبي حبيبي. اهم حاجه بس بكره تيجي الشركه عشان اشوف العود والكلام ده. قبل ما ادخل معاك الشركه وحط رجل فيها لازم يكون الشخص ده ماشي. احنا نشوف له اي حاجه، اما نشغله عندنا في الشركه، اما نشوف له اي حاجه، نفتح له اي مشروع، اي حاجه صغيره ياكل من عيش كده. ما فيش مشكله، عنديش مشكله عادي. احنا نفتح له اي مشروع صغير ما فيش مشكله عادي. خلاص بكره تيجي وهنجيبه. بكره هنجيب الامن بتاع الشركه يجيبه ونظبطه. ما فيش مشكله. تمام خلاص. ماشي الصبح نتقابل. اوكي ماشي حبيبي. يلا باي باي. حاشا باي. سلام. اشتركوا.